التورنيدو والوافل والمقلية المقرمشة والعادية أشكال مختلفة تجذب رائحتها الأخاذة ونكهاتها العالمية عشاقها، إلى مقطورة سلخ بطاطا للشابة الفلسطينية إديالا قواسمي المركونة في أحد شوارع مدينة رام الله بالضفة الغربية. طبعا حبي للبطاطا وبرضه بسبب الكورونا، لانه انا كتير حدا بحب البطاطا وبطلع لما بسافر برا باكل كتير اشكال وانواع برا مش موجودة هون. البطالة والاغلاق في فلسطين دفعا خريجة الصحافة والاعلام للبحث عن مصدر رزق يضمن لها الاستقرار المادي، ومن هنا جاءت فكرة اسلخ بطاطا، مشروع لاقى استغراب كثيرين ودعم آخرين باعتبار أن مالكته فتاة في بلد شرقي غير معتاد على هذه الحالة. الناس بتيجي مستغربة أنه في بنت عم بتبيع بعربايدهم، يجي يشوفوا هاي البنت إيش بتعمل وكيف منظرها وكيف واقفة هون، وكتير بيكون عندهم تساؤلات. كتير شفت حب واحترام من الناس، ما كنت متوقعة بصراحة بظل هيك ظروف، او احنا يعني شوي مجتمع مش كتير متقبل لهاي الاشياء. الرائحة الزكية ملأت جنبات ازقة وشوارع المدينة، تغري سكان المنطقة والعابرين على شرائها ساخنة والتمتع بطعمها الطازج. المقبلون عليها يرون ان لمشروع ديالا منفعة متبادلة. يعني الصراحة المشاريع هاي يعني تدعم الشباب وتدعم الجيل الجاي وأفكار جديدة منيحة للشارع. هذا في هذه العربة الصغيرة اجتمعت الأنواع المختلفة للبطاطا المحمرة في العالم ونكهاتها، لتختزل حكاية حبة البطاطا ومحبتها لدى شعوب العالم. ونرحب معنا من رام الله بديالا قواسمي، وهي صاحبة مشروع سلخة بطاطا. ديالا، يعني أنت بتحب البطاطا وكلنا بنحب البطاطا وشهيتينا بهالتقرير، بدي أعرف منك كيف نفذ هذا المشروع، يعني من الفكرة إلى التنفيذ. الفكرة خطرت في بالي قبل التخرج بفترة قصيرة، طبعا أنا تخرجت بظروف الكورونا، ما كان عندي لا تخريج ولا سمينار، فكنت عم بفكر إيش ممكن أعمل لأحقق استقلالي المادي، وكمان إني إيش بدي أعمل الخطوة التالية بعد الجامعة. فخطرت في بالي إني أفتح مشروعي الخاص. ضليت عم بفكر إيش ممكن أعمل، إيش أعمل، أفتح محل أونلاين. ضلت أفكار تخطر في بالي قبل ما وصلت لفكرة البطاطا، لأنه أنا بالعادة بأكلها من عمان وحاليا في الكورونا ما بقدر أوصل لها. ففكرت بأنه أنا أعمل مشروع يتعلق في البطاطا. ضليت أفكر إيش أعملها، أعملها محل، أعملها في البيت وأصير أوزع دليفري، لحد ما خطرت في بالي أعمل مقطورة بطاطا، كشك متنقل. طبعا عملت بحث كتير كبير كيف ممكن افصل البطاطا، كيف ممكن افصل المقطوره، من وين ممكن اجيب البطاطا، هل هذا الاشي ممكن تنفيذه على ارض الواقع ولا لا. عملت دراسه كامله اقتصاديه وقانونيا اذا هو هذا الاشي مسموح عنا ولا لا. طبعا خطوه في خطوه صارت الامور توضح عندي، كيف شكل البطاطا اللي بدي اجيبها، كيف شكل مقطورتي بدي اعملها، شو لونها بدي احطها، ايش بدي اسميها. يعني لو نشط الفكره واضح قدامي. سمعناكي كمان كنت عم بتقولي انه كنت تكتشفين عندما تسافرين انواع عديده من البطاطا غير موجوده في فلسطين، يعني مثل اي انواع، وكيف يعني تلاحظين الاقبال عليها اليوم؟ يعني أنا في عندي بطاطا مقلية، هي كل اللي عندي بطاطا مقلية، بس أنا عندي كتير أشكال من أنواع البطاطا. يعني في عندي البطاطا المشبكة اللي هي الوافل والمثلثة الهاش براونز، هذول ما كانوش موجودين في السوق الفلسطيني. فطبعا وكمان 3-4 أنواع بطاطا موجودة عندي في المقطورة. دورت عليها كتير مش شوي قبل ما لقيتها. وما لقيت كمان كتير موردين بيجيبوا هذا نوع البطاطا، وما بيجيبوا منها كمان بكميات، لأنه إذا بدهم بيجيبوا كميات كتير قليلة، لأنها لا المطاعم ولا إشي هون بيستخدمها أو بيستهلكها. طبعا عليها إقبال كتير منيح، الناس بتيجي تجربها أول مرة لأنه شكلها غريب، بس بتحبها وبترجع تجرب كمان مرة. يعني صار عليها أي نوع بطاطا بتحكي عنه غير متوفر في فلسطين؟
أشكال البطاطا اللي هي الوافلز والهاش براونز هاي مش موجودة بالمطاعم حاليا، وحتى في عندي البطاطا اللي بدي أدخلها على السوق الفلسطيني اللي هي البطاطا الحلوة، بجوز متوفرة في مكان واحد هون. حلو. البطاطا الحلوة المقلية طبعا. نعم. كله مقلي. كله مقلي. أنت ديالا أيضا حرصت على أن يكون مشروعك صديق للبيئة، يعني ما هي الجوانب التي أخذتيها في عين الاعتبار؟ طبعا تغليف البطاطا كان عندي كله من الكرتون، حتى علب الصوص اللي بحط فيها صوص على جنب البطاطا كلها كرتون. طريقة تحضيري للبطاطا ما بستخدم فيها البلاستيك أبدا، حتى الطاقة أو الكهرباء اللي بحاول إني أستخدمها عم بحاول إني أجيب طاقة شمسية أحطها على فوق العرباي عشان أستخدم الكهرباء بهاي الطريقة، ما أضر البيئة، لو أحاول إني أساعد البيئة لو ب1%. شفنا أن ردود الفعل كانت يعني مشجعة بالأغلب، لكن بضل في يعني جانب من الناس يشككون أو يمتعضون كونك فتاة تقودين هذا المشروع. ما هي أكثر الملاحظات السلبية التي وصلتك وكيف تجاوزتيها، يعني كيف تعاملتي معها؟ يعني بصراحة كان بيوصلني، مع أنه كان كتير قليل، توقعت يوصلني تعليقات سلبية كتير أكتر من هيك. أغلبها كانت أنه البنت مكانها مش الشارع، ومش لازم أكون واقفة في الشارع، في أنه رح يجيها كتير زباين لأنها مش محجبة ولأنها بنت. حتى التجار لما كنت عم بلف وعم بعمل بحث عن المشروع تبعي كانوا يستخفوا فكرة أنه في بنت ممكن أنها بدها تفتح مشروع وتوقف فيه بالشارع، ما كانوا بيعطوني أسعار حقيقية، ما كانوا بياخدوني على وجه الجدية. طبعا أنا ما هاي التعليقات أبدا ما أثرت فيه، خصوصا لأنه أهلي كانوا مساندين وداعمين لي في هذا المشروع، كانوا بيفهموني أنه ما في مشكلة أبدا من كوني أنا بنت وواقفة بالشارع. فكانت هاي الكومنتات السلبية أو المسجات السلبية اللي كانت توصلني بالعكس بتحفزني بزيادة أفهمهم أوصل لهم رسالة أنه البنت بتقدر توقف بالشارع وبتقدر أنها تشتغل بالشارع وما في مشكلة. يعني كتير حابة أني أكون أنا سبب أني أحجز هذا أكسر هذا الحاجز. وأنت أثبتت يعني نفسك بنجاح وبصورة جد عملية ديالا قواسمي صاحبة مشروع سلخة بطاطا. صحتين لك ولجميع زوارك. شكرا جزيلا لك من رام الله.